مفهوم الشركة وأشكالها. شرح مصور لقانون الشركات لدولة الإمارات العربية المتحدة. الشركة هي عقد يلزم شخصان أو أكثر بالمشاركة في مشروع اقتصادي بهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. كما يجوز تأسيس الشركة وملكيتها من شخص واحد، ويشمل المشروع الاقتصادي كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي. ويجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة المساهمة العامة، وشركة المساهمة الخاصة. فيما عدا ذلك تعتبر باطلة كل شركة لا تتخذ أحد هذه الأشكال، ويكون المتعاقدين باسمها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد. وكل شركة تؤسس في الدولة تحمل جنسيتها، ولكن لا يعني ذلك بالضرورة تمتعها بالحقوق المقصورة على المواطنين.